يقول له سيدي يا ابو صالح يمتى تلهض وللحق تنتزع وتاخذ بثارات محسن والظن توصل المسجد الكوفة وتطلع يذوب قلب يذوب قلب من اذكر اسم الكوف انشد المحراب يا ابو صالح انشد المحراب لا تنشد الناس بيه للإسلام من انطب الراس انشد السابط عن قوم الأرجاس الغدرة بجيش الحسن وصفوفه انشد المظلوم انشد المظلوم حين اللي تطوب كربلا ودمعك على خدودك يصوب قل لي يا ابو علي وين ديك وين راسك والقلوب القلوب وانشد العباس على الجفوف سيدي ذاك الوقت بيك يحلى من تنادي وصوتك يسد الفلا يا لذارات الذبيح بكربلة ويا شيبة كلها والله ما كان يعني أصلا ما فكر أذكر الإمام يعني لكن يجي الكلام سيدي وذاك الوقت بك يا حلا من تنادى وصوتك يسد الفلا يا لثارات الذبيح بكا يا ربلا وتطوى جيشك للطفوف بحملتي شلون حالك من تصل وعد الطفوف اولى المصارع ذيك بعيونك تشوف ولو شفت عباس مقطوع تشوفه قال يا المهدي ذوب موجته عمك العباس يا راعي الشيب عالنهار عالنهار مطروح وبعين السهر جفوفه يما مقطعه ويما العلب والعمود براسه بفاضل فتر هاي هاي صورة هاي صورة تشوفها وصورة بعد أعظم وأعظم يا ابو صالح وشيد فوق صدر حسين طفل البلمغ تشوفه تشوفه مذبوح ويذوب موجته اي والله يا والاعظم بعد سيدي لو شفت زينب عمته يا حال بذاك اليوم اللي مروا بها على مصارع القتلى الله الابيات الابيات احنا هاي ظلتنا هاي الدمع بويا ثمرت كل وجودنا لما نبكي على الحسين ثمرت وجودنا بهالقرايه ثمرت مجلسنا ثمرت المجلس هاي انك تبكي على الحسين وتطلع وانت بقلبك حسرة على ابي عبد الله
وأنا أطلب من الله بحق الحسين أن يقضي حوائجكم ويشافي مرضاكم. واللي يسمعونا بكل مكان ويانا أبدا كانوا بهالحسينية وهم يسمعون، يا الله اللهم احفظهم وبارك بهم. عادي هنا زينب سلام الله عليها وباقي، يقول أعظم يوم على زينب لما مروا بهم على مصارع القتلى وتشوف الحادي تحير، هاي تقول له مربية على ولدي، وهاي تقول له مربية على عمي، وهاي تقول له على أخوي، وهاي على أبوي، مثل ليلى أم علي الأكبر صاحت يا جمال بالله عليك تاج على ابن علي حلو المحاج، خليني اريد اشبع بواج، مو طيب النسب النسل جاش، اما رمل ام القاسم صاحت يا جمال بالله عليك ولي انا كل مرده حاج جاسم ابن انا الوالده وهجي يذبني مغربه المدلل اتعبني اسل وسقم يوم نشبني تقول وحييت وعز عندي من العذاب الله وحيد وعز عندي من العذاب انا ردتك ظخر ليام شيب والله ردتك ظخر ليام شيب انا ما ظليت بك يشيح نصيب اما الرباب ام عبد الله الرضيعه صاحت يا جمال أرد ودعا يا أي أي أوان أرد شب نحر ورضع أما أم كلثوم انحدرت بالوادي صاحت الأطفال عما وين رايحة تردين الأكبر هذا القاسم هذا الحسين هذا فلان وين ماشي بالوادي المنحدر تقلهم أنا ما أعيش يا العباس أشوفه أنا ماشي العباس أشوفه ورتب على جنود أشوف والله أنا ماشي العباس أحجي وأشيل بالحال وراوي أراوي مثل وأسولف لو أبز أما زينب صاحت يا حيد البعد قل لي وين تردون وين تردون وعلى جثة ولينا ما تمروا ما تدري من عادة اللي يمشون بحبابهم لازم يمروا والله وأهل الحمية بغطة الكون أي بخطة الكون وحشي إلا على الترب مرول يا ويل
الساد صحت بيده 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 يا عم لا تولول والله خاف انا خاف تعثر النوق وتطيح يا خاف انا تعثر النوق وتطيح